غير الضرائب مع الوزير، تعرف حضرتك بأنه أصلا التغير بسعر الصرف راح ينقص من القيمة القدرة الشرائية للمواطن الفقير، فهل تضمنت الموازنة فقرات تعالج هذا الخلل؟ الموازنة إجمالا بنيت على رؤية إصلاحية قدمتها وزارة المالية في ما يسمى بالورقة البيضاء. هذه الورقة البيضاء هي رؤية إصلاحية للوضع الاقتصادي، بل هي لحماية الشرائح الهشة والضعيفة وذوي الدخل المحدود. السعر الصرف هذا يعني سيذبذب السوق لفترة ثم يستقر لاحقا، هذا عمل بين وزارة المالية، وضحه سيد وزير المالية كثيرا، وزارة المالية والبنك المركزي. بالتأكيد الأسعار قليلا سترتفع بداية ثم تستقر على هذا السعر، لأن الحكومة عازمة على الإصرار على سعر الصرف هذا، لأنه في النتيجة النهائية السبب الأساسي لهذا، أن سعر الصرف بارتفاعه البسيط هذا سيؤمن فرص تنشيط القطاع الخاص، ومن ثم إتاحة فرص عمل للشباب.